فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قريتنا خارج هذه البلاد، يقول في قريتنا بنى أحد الصوفيين مسجدا وسماه مسجد السيد البدوي. سؤاله: هل تجوز الصلاة في هذا المسجد مع العلم أنه ليس فيه قبر؟ يزال الاسم، يزال الاسم ويصلى فيه، ما دام ما في قبر يصلى فيه ويزال الاسم، انصحوهم بإزالة الاسم. نعم.